السلام عليكم. البحيرة التي سبق قد نشرنا فيديو عنها التي تقع على الدائرة الداخلي لبريدة، وكنا نحذر من عدم السقوط فيها، فلما توقع أنها تكون بهذا العمق بعدما تم شفط الماء منها، وتقوم الآن الجهات الرسمية بردم هذه البحيرة. الحقيقة نشكرهم على إزالة هذه البحيرة الخطرة كانت، فلو تكرفع فيها قلابي كان غرق، كانت عميقة الحقيقة، وكانت تعرض الحقيقة الذي يجهل السباحة وكذا أنه يغرق فيها. فالآن تم شفط الماء منها وتم بدأ ردم هذه البحيرة التي تشكل كانت خطر وكانت مجمع للناموس برضو. فنشكرهم على هذا الجهد ونتمنى لهم التوفيق، والحقيقة أنهم أزالوا خطر كان يقع بهذه البحيرة التي سبقا صورنا فيديو عنها، البحيرة التي تقع على الدائري الداخلي الشرقي. يتم الآن ردمه وتم إزالة الماء منها. نشكر من قام بهذا العمل الطيب الذي أزال الخطر من هذه البحيرة السابقة. تحياتي وشكرا للجميع.